يوم 14/10/2023 وفي تمام الساعة 8:30 مساء تلقى المستشفى المعمداني قذيفتين. هذه هي القذيفة الأولى وهذه هي القذيفة الثانية وهذه بعض آثار ذلك القصف الذي تلقاه المستشفى المعمداني. في صبيحة اليوم التالي وبكل وقاحة يتصل ما يعرف به. لاخد كوخوت ولاستعير قديمة لنيتخون لصورخ زي دروشة نخيشوت كي النيتخون يكخ زمان. לאחד כוחות ולהסתער קדימה לניצחון. לצורך זה דרושה נחישות, כי הניצחון ייקח זמן.